قاسو اما في الثمن النهائي الفرصه الان احمد بن حاج علي وجري واز ولا هدف ليه هدف ام لا ولا هدف فعلا تجاوزت الخط يقول تجاوزت الخط لانها رويدا رويدا في الشباك ارتتمت في القائم الايسر للحارس بير الخمير ثم حسب الحكم تجاوزت الخط في تنفيذ هدف نادي كيريبوس الساتي قدام بذينا عشر فصائل ويسجل تضرب على القائم وتدخل ببرسا حظ ولو انه برافو لحسام بوذينا تبع كورته للاخر امامنا